السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بيكم في فيديو جديد. تعالوا نعمل مع بعض النهاردة الكبدة الاسكندراني، طعمها تحفة جدا، طعم اللي بتشتريها من بره بالظبط ومفيش اي فرق ولا اختلاف. وهقولك على التتبيلة الاصلية بتاعتها اللي تقدري تستخدميها كمان. اذكري الله وصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. وهنقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة معايا ملح وكمون وفلفل اسود وكزبرة ناشفة وخمس فصوص مفرومين من الثوم، حطيناهم كده في حلة. وبعد كده هنحط عليهم معلقة كبيرة من الخل، وهنجيب نص كيلو من الكبدة متقطعة قطع صغيرة. طبعا الكبدة اختاري النوع اللي انت عاوزاه، سواء بقري سواء اي نوع، يعني بقري ضاني اي حاجة. قلبناهم مع بعض بالشكل ده، وبعد كده اركنيهم ساعة. يفضل نركنهم كده يتشربوا حوالي ساعة. بعد كده رفعناها على النار وحطينا ربع كوباية من الزيت وقلبناهم مع بعض على البوتاجاز. قلبيهم بقى من وقت للتاني كده. طبعا الكبدة مش هتاخد وقت معانا خالص على البوتاجاز. واول ما نلاقيها بقت نص سوا كده، هنجيب بصلاية متوسطة ونبشرها، وكمان هنجيب فلفل اخضر وفلفل حراق، دي المكونات اللي معايا وقطعتهم. بعد كده لما الكبدة تبقى نص سوا هننزل بالمكونات دي. لو حطيناهم في الاول هيدبلوا قوي، انما انا مش عايزاهم دبلانين قوي برضو. هنضيفهم وهنقلبهم مع المكونات بتاعتنا، وهنستنى بقى لغاية ما الكبدة تستوي خالص. وطبعا ممنوع نسويها تسوية زيادة عشان ما تبقاش ناشفة، يعني هي ما بتاخدش اصلا تسوية. بعد كده هنحط عصير نص ليمونة اول ما تستوي. اما تحسيها بقى استوت خالص هتحطي عصير نص الليمونة دي وتقفلي النار على طول. لو لسه ما عملتيش لايك للفيديو ياريت تعملي لايك، وما تنسيش تفعلي الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة بإذن الله. خلاص كده استوت، حطيت نص الليمونة، هقفل النار عليها على طول. بس تقدري بقى تعمليها سندوتشات زي ما انت حابه. وزي ما قلت لك نوع الكبده اللي انت بتستخدميه، ممكن تبقى بقري ممكن تبقى كندوز ممكن تبقى ضاني، حسب ما تحبي، مفيش مشكله خالص في النقطه دي. بس كده خلاص تمام. بس اوعدك بقى ان انت هتدوقي حاجه كده زي اللي بتشتريها من بره، طعمها تحفه جدا وشاربه من التتبيله بتاعتها كويس. الساعه اللي احنا ركناها دي هتفرق كتير، والتتبيله دي هي افضل تتبيله هتقدري تتبلي بيها الكبده الاسكندراني وهتطلع معاكي حلوه جدا، احسن من التوابل الجاهزه اللي هي توابل الكبده والحاجات دي اللي بنجيبها من عند العطار او كنور او اي ماركه. اتمنى الفيديو يكون نال اعجابكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.